زواني وما عنديش الملال وعلى البراني اللي عنده الملال لا محبة ولا جواري يحبوا الماتريال دور والدولار. أكرم ما قبلتي زوالي الغنية اللي صنعتك وهذا يا أنت قلت والكلام أي أنا الأغنية اللي عملت لي قصرت لي الطريق وبيتيتخ بلا اللي ما يتنكرش شافوني زوالي ولا الغنية هذه كانت سبب زادة الكلاش بينك وبين بالتي. قلت بالتي هضم لك حقك المادي والمعنوي. شنو وجعك أكثر؟ اسمعني مليح اسمعني مليح أكرم. شنو اللي وجعك أكثر؟ لأنه نعرف لي الحكاية تحكي فيها برشا. شنو اللي وجعك أكثر؟ هل أنه بالتي وقت اللي قال أنا صاحب الكلمات واللي أكرم ماج خذيت الموسيقى من غنية راعي قديمة وإلا أنه بلتي طلع بالغنية هذه اللي أنت تقول هي متاعك طلع بالغنية هذه على كارتاج وما طلعكش معاه؟ والله شوف نقول لك أنا قلت بالنسبة للموضوع هذا ما عادش نحكي فيه جملة 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 نعرف اللي تحكي فيه برشا لكن أنا كنت واضحة كونسومي أنا باش نعطيك إجابة بركة وعندي الحق في إجابة كيما نحب أنا أنا محمد صالح جمعتنا صحبة المعنى ما هو ملح أنا محمد صالح ما كانش عشرة فنية راهو بيناتنا والبيت ونسمحوا مع بعضنا أنا راني أكرم ما نشددكش باش تحكي لي على بالتي يعطيك صح أنا سألتك حاجة دونك الموضوع هذا تعديش شنو اللي قلقك أكثر واللي يوجعك أكثر هل أنه غنى الأغنية هو على كارتاج وما طلعكش معاه أو أنه قال اللي هو صاحب الكلمات مش أنت واللي أنت خذيت الموسيقى من هذا قالوا في برنامج كلام الناس على حوار التونسي يقول على روح اللي يحب سي سون دروا وانا جاوبت وسي سي في معناها الجواب لو ريبونس شنو اللي قلقك اكثر؟ ما قلقني شيء حتى شيء ما يقلقني من الحكايه هذيا حبيت تطلع على كارتاج بالغنيه نتاعك؟ نو نو مش حبيت حتى شيء وما حبيتش جوست اللي صار اللي فوالا دونك صار تيتر كيما يصير ما بين برشا دي زارتيست جو سو با سول افيك محمد صالح برشا صارت لهم دونك خدموا مع بعضهم جات فتره ما تفهموش مع بعضهم كل واحد شد على روحه وقعدوا يقدروا بعضهم الحكايه مع بالتي انتهت؟ اش معناها؟ وفات تعاملات وفات صديقه ليه صديقه ما توفاش؟ تقعد حتى ما تقبلوش نحترموا بعضنا واضح ليك سخي الاخر.